اتجمعت على شكل واحدة قلبها مجروح، حبت تعيش بين البشر ملقتش بينهم أي باب مفتوح. كل اللي جاي جاي بوجعه ياخد مكانه فرحها ويروح. ومن النهاردة يا روح ما في بعدك روح، حبت ظروفك جمعت على شكل واحدة قلبها مجروح، حبت تعيش بين البشر ملقتش بينهم أي باب مفتوح. كل فرحها وروح، ومن النهاردة يا روح ما في بعدك روح. ويا عيني على لف السنين بتقدمين وتعلمين عداني، شر الحليم مش من ما فيه، وهعيش لمين لو مش عايش علشاني. كتر الألم بيموت الإحساس، مش كل ماضي بنعشقه في ماضي لازم يتنسي ويتداس. وكفاية إنه اتعاش وقت ما نسيبناش، أسرار في قلبي لا تتكتم ولا تتحكي ولا يفهموها الناس. بس اللي لازم يتعرف كتر الألم بيموت الإحساس، مش كل ماضي بنعشقه في ماضي لازم يتنسي ويتداس. وكفاية إنه اتعاش وقت ما نسيبناش. ويا عيني على لف السنين بتقدمين وتعلمين عداني، شر الحليم تانية انا ما حضرتهاش. اتفاق
فاتاني، انا ما كنتش موجود فيه، وهو ده كان السبب اللي نجحني في الانتخابات. الكلام ده يا ريس، وانا الناس اللي راحت صندوق الانتخاب دي فوتوشوب. اوكي، اقول ان كل شيء هيبان، بس خلي بالكوا الايام اللي جايه دي صعبه قوي، في حاجات كتير هتتغير، عشان كده خلي بالكوا من كل خطوه بتخطوها. اتفضلوا انتوا دلوقتي، اتفضلوا. عن اذنك يا ريس. اتفضلوا. اتفضل يا فندم. شكله كده ناوي على حاجة. تفتكر عارف الاتفاق بتاع المسرح؟ شكله كده. طيب هنعمل ايه دلوقتي؟ الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. انت خارج؟ لا. عاوز حاجة؟ لا ميرسي. بقى في حياتك، شد حيلك. متشكرة قوي. أرجوك يا ريس، لا الموضوع يستاهل ولا صحتك تسمح بالانفعال، إحنا ما صدقناش. طلعت طلعت طلعت، من فضلك لو سمحت سيبك من موضوع صحتك دلوقتي، خلينا نتكلم في الأهم. لما جماعة زي دي تظهر بعد سنة واحدة من حكمي يبقى الموضوع يستاهل، ويستاهل جدا. أنا مش عاوز أي إجراء عن الفعل، أنا كل اللي عاوز أعرفه في أحد وراهم ولا لأ. من أول الموضوع ده ما حصل وإحنا شايفين إنه رد فعل بعد حادثة الاغتيال، مش هجوم على شخص الرئيس. لا طلعت، لا لا، واضح إن الموضوع غير كده خالص يا فندم. ده كل اللي عملوه شوية شوشرة، وارد جدا انهم يكونوا مجموعه شباب شويه وهيزهقوا. ايه وهنستناهم لغايه امتى؟ هنستناهم لغايه امتى؟ طلعت لغايه لما يعلقوا العروسه فوق باب مكتبي؟ احنا فعليا ما استناناش. الخبراء بيحاولوا يحللوا الفيديو وبيتتبعوا مصدره. والموضوع ده بياخد وقت. خليني سعادتك اكلمك في الموضوع الاهم. عزاني في نوجه وهو ماشي. تأديت واجب. لو ما كانش قابلني ما كانش عزاني. مريم انا مش عاوز اتدخل، بس نصيحتي ليكي ما تخليش الموضوعات اللي بينك وبين هاشم توصل لغايه المشاعر. خلاص يا باكت، ما بقاش في مشاعر. اللي بيني وبين هاشم دلوقتي الكرسي ده، الايام الجايه هتبقى حرب بيننا عشان احافظ على مكاني. لازم اثبت له ان انا هنا مش بسببه، وان العكس هو اللي صحيح. لازم اثبت له ان انا مش مجرد حته ديكور موجوده هنا في المكان وبس. بالنسبه لموضوع القناص والهارد ديسك اللي لقيناه وكان املنا الوحيد، الحمد لله قدرنا نوصل لمصدر تمويله. كل التحويلات اللي استخدمها ربيع كانت متعلقه بشكل او باخر بشركه من شركات فريد حسان. احنا مستنيين ايه؟ الأوراق والمستندات دي ما تقدمتش للنائب العام ليه؟ ده الإجراء الطبيعي اللي المفروض نمشي فيه ولا إيه؟ قرار زي ده محتاجين فيه موافقة سعادتك قبل أي شيء. ده غير إن الموضوع من وجهة نظري أنا محتاج لتأني ودراسة للوضع. تأني إيه ودراسة الوضع إيه؟ أنا مش فاهم حاجة. مش عايزين نقدم للإسلاميين رمز جديد يلتفوا حواليه. الباقي في حياتك يا مريم. حياتك الباقي يا عمر. اتفضل.
أنا آسف إن أنا ما كنتش موجود معاك، أصل حصلت لي مشكلة كده وأنا ما كنتش أعرف. باجت مليش أي حاجة. ولا يهمك يا عمر، باجت أصلا كان مشغول معايا قوي، وأنا كمان كان لازم أكون مشغول معاك. أنا عارف كويس إنها من أغلى الناس عندك. هي فعلا كانت أغلى واحدة عندي. الإنسان الوحيد اللي حبيتها من يوم ما وعيت على الدنيا، لقيت نفسي في حضنها. هي اللي علمتني وكبرتني وشاركتني طموحي، حتى لما غلطت اديتني قرصة ودني كده من حبها وخوفها عليا. كان نفسي اجيبها تعيش معايا هنا، بس ما كانش ينفع. ادي الانسان اللي حبيتني بجد. كلنا بنحب كمان. كلنا بنحبك. ما ينفعش كده يا عمر. احنا لو اي حد شافنا هيدفننا بالحياة. انا اسف. اصل انا متلخبط شوية ما بقتش واخد بالي من حاجات كتير قوي. معلش انا اسف. ولا يهمك، حصل خير. آسف مرة تانية. ميرسي يا عمر. بعد إذنك. تفضل. تعرفي بقى ان جدي هتخش الجنه يا مال عشان خاطر الاكل ده. يا سلام، هي الجنه بيخشوها بالاكل دلوقتي؟ لا، عشان تعملي الاكل لاهل الجنه. انا اللي اعرفه ان اهل الجنه مش محتاجين طباخين. اهل الجنه يمدوا ايديهم باليمين ياخدوا تفاحه، بالشمال ياخدوا موزه. مش رايحه العزا ولا ايه؟ أكيد طبعاً أروح، ما أنا البنت لوحدها هناك ولازم أقف جنبها. بالمرة بقى شوفي جوز بنتك عامل إيه؟ ما خلاص بقى، موضوع جوز بنتي انتهى، اتفقنا وانتهينا. أقول لك إيه؟ الجماعة جايين بعد بكرة، مش لازم يرجعوا وإيديهم فاضية. معلش، هو بس موضوع له جدد دربك الدنيا شوية. شوفي أنا بثق فيكي ومعتمد عليكي، ودماغي اليومين دول فيها حاجات متلتلة، مش قادر أركز في الموضوع ده بالذات. خلاص بقى، اعتمد عليا. أنا عاملة الواجب وزيادة، ما تقلقش. هو إحنا لازم نقدم لهم السبت عشان يقدموا لنا الحد والاثنين والثلاثة. إيه النصيحة دي؟ بقول لك إيه؟ أنا عايزاك تريح بقى نفسك من الشغل شوية. اللي في سننا لازم يرتاح. كلمي عن نفسك. أنا عن نفسي لسه في عز شبابي أهو، قدامك أهو. بس خف السمن البلدي شوية في الأكل. ربنا يديلك الصحة يا سيدي، بس برضو لازم تشيل عن نفسك المسؤولية شوية. أيوه. تقصدي إيه؟ تجيب حد تثق فيه، تشيله مسؤولية الحزب، مسؤولية الشركات، زي الواد سامح مثلا. تعرفي إن أنا كنت بفكر في الموضوع ده فعلا، وأعتقد إن هو ده وقت المناسب. فعلا الواد ده يستحق. رامي، أنا عندي إذاعة النهاردة يا حبيبي، مش هينفع نسيب ماما لوحدها في البيت. أنت خليك قاعد معاها، هما ساعتين بس، إن شاء الله مش هتأخر على ميعادك. يو باي باي يا رامي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزيك يا دكتور؟ بكرة؟
ده ايه الاجتماع المفاجئ ده؟ ماشي ماشي يا دكتور ماشي ان شاء الله. وعليكم السلام. ايه يا سامح اللي فرحك قوي كده؟ مش عارف بس فريد عامل اجتماع بكره لاعضاء الحزب. غريبه ودي حاجه تبسطك قوي كده؟ بصي بقى لو اللي في دماغي طلع صح يبقى طنط اماليا عندي الحلاوه. زي ما قلت لكم قبل كده ان احنا بنمر بظروف خاصه واوضاع جديده بتتغير كل يوم، وعلشان كده لازم نطور من شكل واداء الحزب خصوصا في المرحله اللي جايه، لان اسمحوا لي يعني ان وانا وانتم يعني خلاص زماننا ولا وفات، وعلشان كده لازم نسلم رايه الحزب لجيل جديد هو اللي غير الشكل والاسلوب والاداء مع الاحتفاظ بالقواعد زي ما هي والمبادئ زي ما هي. يعني كل اللي هيحصل يعني زي ما بيقولوا يعني الجماعه بتوع دول يعني نيولوك. لان احنا شعب بنحب المظاهر، وعشان كده انا اول قرار اتخذته هو تعيين نائب جديد للحزب، وان شاء الله انتوا هتصوتوا عليه في الجمعيه العموميه للحزب، وهو الاخ سامح. مبروك علينا. هو اللي هيتولى عملية التجديد الشاملة للحزب وانتوا هتساعدوه. قلتوا ايه؟ يا عم الحفيش مالك؟ مش هتكبر بقى يا عمر؟ يا اخي انت دلوقتي بقيت ماسك مكان رسمي في الدولة، يعني ما ينفعش لما تقفش تعمل زي زمان وتروح قافل تليفونك. انت ايه اللي مصحيك بدري كده؟ انا ما نمتش اصلا عشان اصحى، يعني مش فارقة معايا. قولي بقى الحالة بتاعتك دي جات لك ليه؟ مفيش عمر على بعجت؟ حطيت نفسي في موقف ملوش لازمه امبارح. موقف ايه بقى؟ احكي. ملوش لازمه احكي، بس سمعت كلمتين كده من مريم ديوني. عملت حاجه حسيت ان انا المفروض ما اعملهاش. حسيت اني قليل قوي يا ماجد. انت ازاي بتقول لنفسك الكلام ده؟ عشان دي الحقيقة. دي الحقيقة يا باكت. قولي أنا في سني دلوقتي عملت إيه؟ أنا عملت إيه في حياتي لحد دلوقتي؟ استقريت في شغل واحد؟ لأ، أنا حتى ما اتجوزتش وعملت بيت زي أي حد. أنت مش أي حد يا عمر، أنت ناسي ولا إيه؟ أنت المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية. فوق يا عمر، بص شوف أنت بقيت فين. أنا عارف كويس أوي أنا فين. كويس أوي. كل ده بسبب مريم. كلنا في أماكننا دي بسببها. وأنا بالذات. شاورت لك تجاري. كل مرة أعمل كده، كل مرة أطلع
اطلع اطلع وانزل على الفاضي. حاسس اني عيل طري ربطاني في سلسله وكل شويه ترمي لي عظمه واجري عليها. طب بس بس على مهلك على نفسك شويه كفايه هرتله كده. سيب الكاس ده تعالى نقعد هنا ونتكلم شويه. تعالى قوم يلا اقعد اقعد يا عم. بص يا عمر انا مش عايزك تشغل دماغك باي حاجه دلوقتي. اشغل دماغك بحاجه واحده بس، المكان اللي انت وصلت له. انت وصلت المكان البلد كلها بتحسدك عليه، وصدقني لو انت ما تستحقش المكان ده عمر مريم ما كانت هتفكر فيك. انت كبير يا عمر، ما تخليش اي حاجه تهزك. باجد انا عارف كويس انك بتقول الكلام ده عشان تطيب خاطري، بس انت فاهم كويس ان اللي انا قلته ده هو الصح. شوف عشان انا فاهم كويس وعارف كويس الحالة اللي انت فيها دي ممكن توصلك ليه، بقولك بلاش يا عمر. انا مش هسألك مريم عملت فيك ايه، ولا هسألك انت بتحبها ولا لا، لسبب بسيط اني انا اخاف اعرف حاجة زي دي بالذات في التوقيت اللي احنا فيه ده. كل اللي انا عارفه ان مريم عايزك جنبها. ليه؟ معرفش. ازاي؟ برضه معرفش. الحاجة الوحيدة اللي انا عارفها انك ما دام وافقت مريم في الاول يبقى ما ينفعش دلوقتي تقول لها مش لاعب. مش هتسيبك. وانت رجعت من بره ليه يا عمر؟ شغلك باظ؟ مريم اللي بوظته لك يا عمر. مريم مش مهم نخش في التفاصيل ومش مهم تعرف ازاي، المهم تعرف مريم ممكن تعمل ايه. وانت كنت عارف؟ قلت لك مش مهم نخش في التفاصيل، المهم دلوقتي انك ما دام ابتديت لازم تكمل، لازم تعمل دورك زي ما هو مرسوم لك بالظبط. زي انا كده. ايه اللي بعتك تقول لي الكلام ده؟ مريم ما تعرفش اصلا ان انا جاي لك. ماجد اللي بيقول لك كده يا عمر، صديق عمرك يسيبك تأذي نفسك. فهمني يا عمر. أنا قررت اعتقال فريد حسان. ده قرار خطير جدا على الأقل دلوقتي. هو في إيه في القصر بيحصل مش خطير؟ ده مش القصر، دي البلد كلها. أنا من رأيي إننا نأجل. أنا مش هأجل يا سيادة اللواء، أنا خلاص خدت القرار. بس لازم نبقى عاملين حسابنا على حاجات كتير، يعني لازم نبقى جاهزين بخطة لتأمين البلد. أيوه بالظبط بالظبط كده. زي خطة تأمين إيه يوم الخطاب؟ يا فندم خلاص كلام انتهى يا سيادة اللواء، تقدر تتفضل. على إذنك. اللي في دماغك ده يخوف. انت لسه طلعت، ما ينفعش تقول كده. الدولة لازم تظهر قوتها وهي كده. أنا واجبي أحذر. سيبك من ده دلوقتي. في حاجة هامة. قول يا طلعت هو. أنا بقيت رئيس إزاي؟ الناس انتخبتك بنسبة أكبر من 60%. الكلام ده عارفه طبعا. أنا بسألك في تزوير حصل لطلعت. تزوير؟ مين يقدر يقول كده؟ الانتخابات كانت منقولة على الهواء ومترقبة.
طلعت في اتفاق حصل بناء عليه أنا بقيت الرئيس. الاتفاق ده كان لتظبيط الدولة، الإدارة اللي هتخلي البلد تمشي بالشكل اللي كنا عايزينه. سيادتك عارف كمية المخاطر اللي كانت موجودة وقتها، وكل حاجة كان لازم تبقى محسوبة. أنت ليك مؤيدينك وأرضية وشعبية كبيرة، بس في نفس الوقت فريد حسان اللي كان قصادك ليه برضه مؤيدين وأرضية وشعبية كبيرة. كل اللي عملناه إننا تدخلنا لتظبيط كفة الميزان، شاورنا للناس على الاختيار الصح، والناس اختارت بكل حرية. لعبة الانتخابات دي حاجة تانية، مش بس شعبية وجماهيرية وحب الناس. هل أنا أقدر أمارس دوري رئيس للجمهورية؟ أنت بتعمل كده فعلا من أول يوم. لازم الكل يعرف مين اللي بيحكم البلد دي. طلعت أنت معايا؟ طبعا. فجأة كده؟ بمناسبة ايه؟ فجأة؟ مين قالك انها فجأة؟ انت بس اللي مش واخدة بالك. الحفلة اللي فاتت حضرها رجال اعمال مصريين، على وزراء، على نواب، على الحزب. ما حضرهاش اجانب. الحفلة دي هيتعزم فيها معظم سفارات الدول الاجنبية، على نخبة المثقفين المصريين اليوم علاقات خارجية. حفلة دلوقتي من غير مناسبة، ده مش أسلوب هاشم. أنا بيتهيألي ممكن يكون وزير الخارجية اللي طلب منه إنه يعمل كده. تفتكر يعني ما كنتش هعرف؟ هو عمل مخصوص كده بعد وفاة نوجة، حس إن الناس متعاطفة معايا وشعبيتي بتزيد. بس أنا بيتهيألي إن الناس كلها عارفة إن أنت السيدة الأولى، وعارفين كمان إن عندك واجبات لازم تقومي بيها. مش عارفة، أنا حاسة إن هو بيخطط لحاجة. بيتهيألي عايز يبين للناس إن حزني ده كله كذب. مش عارف. مريم لازم تبقى هي الهدف، لوحة النشان بتاعتنا احنا. بس احنا هدفنا الرئيس يا رامي. بس هي اللي بتتحكم. مالكم؟ مش هو ده اصل الفكره ولا ايه؟ ولا متفاجئين يعني ان انا بكلمكم كده بصراحه؟ لا ما تتفاجئوش بقى، ان النهارده الناس لازم تفهم كل حاجه. الموضوع ما بقاش فيه هزار خلاص، ومن النهارده الناس لازم تفهم كل حاجه. يعني ممكن يبقى في شوية ناس مستصعبين الرمز شوية، أو مش فاهمين منه حاجة أصلا، بس مش معنى كده إن إحنا نتعالى على الناس دي بقى. إحنا لازم نديلهم حاجة يفهموها، حد يعرفوه، ونتكلم عنه بكل وضوح، ونخليهم هما كمان يتكلموا عنه. البلد دي بتحب الرغي، نخليهم يرغوا بقى.
لا كده مش هينفع. افرد وشك شويه، احنا في حفله رسمي. امال مريم فين؟ ما ظهرتش لحد دلوقتي. انا حاسس انها مش هتنزل. وشامم ريحه مشكله كبيره هتحصل. لا 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 ما تقلقش، مريم اذكى من كده بكتير جدا. دلوقتي هتلاقيها نازله وهتاكل الجو زي حوادث. هنشوف. يعني ايه مش عارفه يا هاشم عمل ايه في الحفله؟ امال انت كنت معاهم بتعملي ايه؟ امال انا جايباكي اصلا عشان ايه؟ انا كنت مع كمال. كمال؟ انت ناويه بقى تحبي كمال؟ هو انا جايباكي هنا يا جيهان تشتغلي ولا جايباكي عشان تعملي قصص حب وروايات؟ انا ما بعملش قصص حب ولا حاجه. انت طلبتي مني ان انا اراقب كمال وافضل ملازمه زي ضله، وانا بنفذ اوامرك. تلازمي كمال بس عينك على هاشم. هاشم ده الرئيس، حواليه حرس وليلة كبيرة قوي، يعني هو لو عاوز يعمل أي حاجة هيعملها ومحدش هيعرف. محدش هيعرف. طب اسمعي بقى الكلمتين اللي أنا هقولهم لك دول. اللي أنا بعمله ده مش عشاني، عشان كل اللي حواليا. ولازم تعرفي كويس قوي وتفتكري أنا وصلت لهنا إزاي. مصلحتي هي مصلحتك يا جيهان. اللي عملناه في الناس مش هيطلع علينا. طول ما انا هنا انت موجوده، انا مش هنا انت كمان مش موجوده. عشان تصدق انا حافظك. مساء النور. فستان رائع يليق السيدة الأولى، وطبعا في ذكائك المعهود، الفرح والحزن في وقت واحد. بهجة تولع من الوليد. لعلمك يا عمر، الأبيض دليل حزن في دول كتير سفرائها هنا، يعني الفستان ده حزن العالم. ماما وبابا يخرجوا علشان منى عاملة زي أمي، عوضاني على طول، ما بتسيبنيش خالص. عارف؟ أنا عارف كويس قوي إنك محتاجتها. شوفي يا حبيبتي، هما مش مانعينك تطلعي بره؟ خلاص انا بقى جيت لك جوه. صلي على رسول الله الصلاة والسلام. الحمد لله يا اختي ان ربنا من عليكي وسترك وكرمك بنعمة الحجاب. الحمد لله. واذا كان ربنا عظيم كده ومن علينا بنعمة جميلة زي دي، كرم المرأة وكرمها بيها، يبقى ناخد الدين كله ولا ناخد حتة منه؟ لا كله. ناخد الدين كله. بمعنى ان الواحدة من دول تبقى لابسة على راسها الحجاب وماشيالي لابسة المحزق والملزق من تحت. لا والأدهى والأنكت بقى انها تبقى لابسة كمان حاجة اسمها البادي ستومر، يعني هي من فوق بتقول حاجة ومن تحت بتقول حاجة ومن النص بتقول حاجة تالتة خالص. ده ينفع الكلام ده يا جماعة؟ احنا ناخد الدين كله على بعضه. ايه ده؟ في ايه؟ في ايه؟ في ايه؟ عارف يا كمال؟ يا ريت لو يعملوا لنا اختراع.
اختراع يرجعنا زي زمان من غير هم ولا غم ولا مسؤولية. زمان رجعتيني لزمان. انت اكتر حد عارف انا زمان كنت عايز اعمل لك كل اللي بتحبي. زمان كنت بحب بتحب بس انا ما غلطتش يا كمال. انا ما كانش ممكن اتنازل عن احلام. الواحد مش لازم يتنازل عن احلام. انبسط ازاي وانا حاسس انك ليا بس مع حد تاني؟ انتوا ازاي تدخلوا بيوت الناس بالشكل ده؟ ايه؟ مفيش خيشة ولا دين؟ انت ما تعرفش انا مين؟ انتوا واخدينه على فين؟ انتوا معاكوا اسم نيابة اساسا؟ امر الله يا امال، امر الله. لا حول ولا قوة الا بالله. حسبي الله ونعم الوكيل. اسكتي يا امال. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. عشان يضايقني. فريد حسان مكانه فرحها وروح ومن
مش كل ماضي بنعشقه في ماضي لازم يتنسي ويتداس وكفايه انه تعاش وقت ما نسيبناش اسرار في قلبي لا تتكتم ولا تتحكي ولا يفهموها الناس بس اللي لازم يتعرف كتر الالم بيموت مش كل ماضي بنعشقه في ماضي لازم يتنسي ويتداس